فهنعمل النهارده اكله سي فود لطيفه جدا. هنبدا بالرز عشان نلحق نسويه. عندي كاليماري وسمك وجمبري، حاجه منهم اوكي، كلهم على بعض اوكي، الكميه براحتكم زي ما انتم عايزين. وعندي بصل، رز مصري منقوع ومغسول ومتصفي، بصل ويفضل يكون احمر مفروم ناعم، جمبري وسمك وكاليماري، ملح وفلفل، شمر، سكر، زيت، وميه مغليه. اول حاجه اعملها اجيب شويه السكر اللي انا عايزه ازودهم في الحله. هحط الزيت، وانا مع السي فود ما بحطش زبده، بحط الزيت بس. هنزل البصل، يبقى زيت، بصل احمر مفروم ناعم، ملح، فلفل اسود، شمر. احيانا بحط شمر وينسون، مش حاجه واحده بس، ساعات بحط الاثنين على بعض، بس بيفرق جامد جدا في طعم الرز. هسيب ده، وبعدين هشوح الناحية التانية الأسماك، عشان أنا عايزة أكسب وقت، لأن الوقت سرقنا كده مش عارفة ليه. آدي السمك، كاليماري، جمبري، معاهم نقطة زيت، معاهم ملح، فلفل اسود، شوحهم هنا، وبعدين هنزلهم على البصل. انتوا في البيت هتستنوا لما البصل يتشوح وتنزلوه عليه على طول، انا بس عايزه اكسب وقت اهو. يبقى حطينا الزيت، ملح وفلفل، بصل احمر مفروم، شمر. الناحيه الثانيه حطينا نقطه الزيت وملح وفلفل، ومعاها السمك والكاليماري والجمبري. وانتوا في البيت هتستنوا لحد ما البصل يتحمر، وبعدين نزلوا عليه الاسماك وشوحوهم مع بعض، مش لازم كل حاجه لوحدها، انا بس عايزه اكسب وقت اهو. اما يبدا البصل يتحمر هقوم منزله عليه معلقه من السكر. ليه معلقه السكر؟ لون وطعم، وكمان عشان ساعات البصل يدي مراره مع التحمير، فالسكر بيشيل المراره دي. ونقلب، لسه البصل بدري عليه، لسه بدري. طيب هنا لسه البصل ما اخدش اللون اللي انا عايزاه، اوكي، لكن السي فود جهز، فاعمل ايه علشان ما يبقاش مستوي زياده عن اللزوم؟ هقوم منزلاه هنا، هسيبه يهدى لحد ما البصل هنا يجهز. البصل هنا زيت، ملح وفلفل، بصل، شمر، سكر. بصوا يا جماعة، شفتوا انتوا لون البصل؟ هقوم منزلة عليه أول حاجة السي فود. أنا بحب آخد السي فود تشويحة مع البصل علشان بياخد طعم مختلف عن إني أحط المية وبعدين أنزل السي فود، فلازم التشويحة دي بتفرق كتير في الطعم أهي. وبعدين أقوم منزلة المية لكل كوباية من الرز، كوباية من المية السخنة، وهديله الأول غلوة علشان البصل ينزل كل الطعم واللون في الميه، وبعدين اقوم منزله الرز. دلوقتي اخدنا الغلوه بتاعه البصل مع السي فود، والبصل نزل ميته ونزل لونه وطعمه، اقوم منزله الرز. نفس بقى تسويه اي رز عادي خالص، غلوه على نار عاليه من غير غطا، هغطي واخد غلوه تانيه على نار عاليه، وبعدين هوطي واسيبه يكمل سواه.